مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدين الأحبة، مساءكم وطن يعود أجمل بعد كل محنة، مساءكم صور من التلاحم والتكاتف والتعاضد المجتمعي جراء أيضا المنخفض الجوي عاشته السلطنة خلال الفترة الماضية، جهود وطنية قدمت لاحتواء هذه الحالة والتعامل الأمثل معها من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وجهود 8 قطاعات تنضوي تحت هذه اللجنة. تفاصيل مختلفة في حلقة الليلة نخوض فيها من خلال أيضا هذه الحالة الجوية التي ما زالت تتلاشى، هي فعليا تلاشت، ولكن كما ذكر في تقرير رقم 2 تشير التوقعات تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرار تدفق وتشكل السحب، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على محافظة الظفار والأجزاء الساحلية لمحافظة الوسطى خلال اليوم الأربعاء 17 أبريل، تستمر حتى يوم الجمعة القادم بمشيئة الله. تشير التوقعات أيضا كما ذكرنا مشاهدين انحسار تأثير الحالة الجوية على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها. تدعو هيئة الطيران المدني مشاهدين بالجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجراين أودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها. كما تابعنا أيضا مشاهدينا عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة أضرار جسيمة على المحافظات الشمالية في السلطنة في بعض القرى والبيوت، ولكن بالتعاضد بالتكاتف بالتضامن المجتمعي سيعود كل شيء أجمل بإذن الله. جهود وطنية أيضا تقدم على كافة الأصعدة من خلال اللجان المعنية. اليوم نقدم لكم ونقترب من خلال مجموعة من المحطات من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، أيضا نتابع تفاصيل تأثيرات هذه الحالة ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة كما ذكرت في محافظة ظفار وأجزاء من محافظة الوسطى. إذن نرحب بكم جميعا في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان.
أيها الأحبة في أمسية الليلة من برنامجكم من عمان، كما ذكرنا متابعة أيضا مباشرة وحية لأبرز تطورات المنخفض الجوي وتأثيراته، كما ذكرنا في محافظة ظفار والأجزاء الساحلية من محافظة الوسطى، تلاشي التأثيرات تماما على المحافظات الشمالية في السلطنة. الجدير بالذكر مشاهدينا إنه هذه الحالة كمنخفض جوي أيضا من المنخفضات الشتوية اللي تعتبر حالة تاريخية واستثنائية من حيث حجم الأمطار التي هطلت على المحافظات في السلطنة، وصلت إلى أكثر من 300 ملي في ولاية محضة كأعلى أيضا رقم خلال هذه الحالة. تفاصيل أكثر حول التأثيرات القادمة بالنسبة لظفار والوسطى، أنتقل معكم مشاهدينا إلى هيئة الطيران المدني مع الزميل أحمد بن محمد المعمري. مساء الخير أحمد، وكيف تبدو عندكم الأجواء من العمل على مدار الساعة لرصد المستجدات؟ نعم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكما ذكرتي أيضا نحن في هيئة الطيران المدني وتحديدا في مركز الأرصاد نتحدث عن تفاصيل الحالة وأيضا أبرز المستجدات خلال الفترة القادمة مع ضيفنا يونس بن حسين الشيزاوي أخصائي أرصاد قوية. السلام عليكم يونس. وعليكم السلام أخوي أحمد. وعليكم السلام لجميع المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. يونس، كيف تصف لنا وللمشاهد الكريم الأوضاع الحالية والأجواء، وأيضا ما هي أيضا رصدكم للحالة المدارية خلال هذه الفترة؟ نعم، بالتصحيح، حالة جوية ومنخفض جوي ليس حالة مدارية. نعم، انحسر اليوم الحالة الجوية منخفض المطير منذ صباح هذا اليوم، هطلت على أثرها أمطار شديدة الغزارة على معظم محافظات السلطنة. اليوم صدر تقرير خاص مفصل لمحافظتي ظفار والوسطى باحتمال تأثر إن شاء الله من هذا اليوم، وكان في أمطار خفيفة منذ صباح هذا اليوم على ولايات طلكو صرفيت رخيوت قراء خلايا قادمة من الجمهورية اليمنية الشقيقة على شكل موجات قليلة. أيضا كانت هناك أمطار متوسطة في المزيونة بمحافظة الظفار. إن شاء الله من المحتمل هذه الأجواء قد تستمر الغد الخميس ويوم الجمعة القادم تاريخ 19 أبريل. أيضا هناك تفاعل جيد راح يكون إن شاء الله يوم الغد وحتى يوم الجمعة على جبال الحجر الشرقي والغربي من محافظة مسندم حتى محافظة شمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة على الولايات المطلة عليها. نقدر نقول أن آثار المنخفض الجوي على شمال السلطنة لا زال حاضر في تكونات بين فترة وأخرى، وأيضا على المناطق الجبلية كما ذكرت. نعم، بالنسبة للتأثير هو تأثير غير مباشر لا يزال قائم، أما بالتأثير المباشر اليوم صباح هذا اليوم انحسر هذا التأثير المباشر منذ تقرير، منذ صدرنا تقرير رقم 2 هو بداية التأثير الغير مباشر إن شاء الله على 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 المناطق المذكورة كجبال الحجر والمحافظتي الوسطى والظفار. نتحدث عن تركيز أكثر على محافظتي الوسطى وظفار، إيش هي التوقعات الولايات الأكثر توقعا يعني تأثرها بالمنخفض؟ نعم، بالنسبة للولايات المحتمل تأثرها أكثر عن البقية ولاية المزيونة وضلكوت ورخيوت، أي أن الشريط الساحلي لمحافظة ظفار بالإضافة إلى المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية الجنوبية الغربية لمحافظة ظفار، وأيضا ولاية الجازر وولاية الدقم بمحافظة الوسطى. ما هو وضع التأثير المتوقع؟ هل هي مثلا أمطار فقط؟ هل هناك رياح متوقعة، حبات تساقط لحبات البرد، وأيضا بعدها ممكن نعرق على حالة البحر؟ هي تأثيرات غير مباشرة حقيقة أخوي أحمد، هي تأثيرات تكون بين الخفيفة إلى متوسطة، ولكن في بعض الولايات قد تكون غزيرة. على إثرها صدر التقرير وتم تحديد الكميات المحتمل هطولها ما بين 10 إلى 40 ملمتر. هنا إجراءات معتبرة، في عندما يصل كميات الأمطار أكثر من 30 ملي فهو يتم إصدار تقرير، وبالتالي إذا ما استدعت الحاجة في إصدار تنبيه معين إذا تجاوزت الكميات الأمطار أكثر من 30 ملي.
جميل. وأنا أيضا من خلال جلستي مع الشباب قبل لا نطلع على الهواء كان يتحدثوا على أن هناك تقارير يعني ومتابعة مستمرة متواصلة معكم، إذا عندكم استقراء للحالة حاليا بالضبط خلال هذه الفترة وخلال الساعات القادمة سيما خلال الليل أين تتمركز يعني أو ممكن متوقع أن تكون فيها أمطار؟ هي حاليا خلايا بسيطة تخرج من الجمهورية اليمنية الشقيقة باتجاه محافظة ظفار بتأثيرات خفيفة إلى متوسطة من المحتمل إن شاء الله الغد، قد تزيد الفرصة أكثر، قد نرى تكونات غزيرة في بعض الولايات من المطلة ما بين على الحدود في ولاية المزونة وظلكوت. هل في تأثير على حالة البحر والأمواج وارتفاعها؟ هو طبيعي في حالة اقتراب الخلايا الرعدية نحو السواحل هناك ارتفاع للأمواج قد تصل الارتفاع 3 إلى 3.5 متر، هذا يعتبر ارتفاع هائج، ولكن في بعض المناطق في الشريط الساحلي على حسب ما ذكر في التقرير في بحر العرب في المطل على محافظة الوسطى وبقية الولايات في محافظة ظفار يكون متوسط. شكرا جزيلا لك ويعطيكم العافية على أيضا متابعتكم واستمراركم لمتابعة هذه الحالات. الله يسلمك، واجب أحمد. يعطيكم العافية. وأيضا كما ذكرت مشاهدين الكرام نحن في هذا المركز بالذات هناك متابعة ما شاء الله الشباب بأول بأول، أيضا تقارير تصدر على مدار الساعة على مسافة على مدى 24 ساعة هم متواصلين ومستمرين لمتابعة الحالة هذه وكافة الحالات أيضا القادمة خلال الفترة القادمة، ونعود إليكم لمتابعة ما تبقى من هذا البرنامج في الاستوديو. جزيلا أحمد المعمري على هذه التغطية أيضا من هيئة الطيران المدني وتفاصيل مختلفة عن مستجدات الحالة الجوية تشهدها أرض السلطنة، كما ذكر أيضا الأخ يونس بأنه انتهاء التأثيرات المباشرة على المحافظات الشمالية مع تأثير يبدأ بإذن الله تدريجيا في محافظة ظفار والأجزاء الساحلية من محافظة الوسطى. ننوه أيضا بالنسبة للمحافظات الشمالية أن الأودية جارفة يجب التنبه لها، تجنب الأماكن المنخفضة بالإضافة عدم مجازفة في عبور الأودية حتى وإن الحالة تلاشت قد تكون هذه الأودية جارفة في كثير من الأحيان. الالتزام دائما نعول عليه والوعي قد يصنع أيضا من هذه الحالة تجربة ناجحة على صعيد أقل الخسائر البشرية والمادية. بعد الفاصل ثمة متابعات أخرى تغطية لهذه الحالة الجوية، ابقوا معنا.
وطنية تقدم على كافة الأصعدة لإدارة واحتواء والتعامل الأمثل مع هذه الحالات الجوية، يأتي في مقدمة هذه الجهود مشاهدينا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واللجان الفرعية منه في مختلف المحافظات بقطاعاته الثمانية الأخرى. تفاصيل حول ما قدمه المركز خلال هذه الحالة، نرحب باسمكم مشاهدينا برئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة العقيد زايد بن حمد الجنيبي. مساكم الله بالخير العقيد، حياكم الله في برنامج من عمان. أهلا الأخت بيان، وأيضا التحية موصولة للمشاهدين الكرام. يا هلا فيك. يعني قبل قليل في هذا المساء تم الانتهاء من تفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة خلال هذه الحالة الجوية. نبدأ بداية، نعرف المشاهد الكريم بجهودكم التي سبقت هذه الحالة الجوية بالتحديد. نعم، بالنسبة للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة دائما ما يتفاعل مع الأحداث الطارئة، ودائما هناك خطة قبل وقوع أي حالة، سواء حالة جوية أو حالة مدارية، وأيضا خطط أثناء هذه الحالة وما بعد هذه الحالة. فدائما ما تكون هناك استعدادات مبكرة عند وصول أي حالة جوية. فعلى سبيل المثال يكون هناك في تواصل مستمر بين المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة والمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة لمتابعات تطورات الحالة ومستجداتها، وعلى ضوء ذلك يتم عقد اجتماع تخطيطي وتحضيري بحضور قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. فعلى سبيل المثال قبل المنخفض الجوي منخفض المطير عقد اجتماع يوم السبت ظهر السبت في مقر المركز الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة بحضور منسقي القطاعات. تم الاطلاع على تطورات الحالة وعلى أحوال الجو والتوقعات، وعلى ضوء ذلك أيضا تم إصدار إشعار بهذه الحالة وتوجيه عمليات بتفعيل المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وكذلك أيضا اللجان الفرعية في المحافظات، وأيضا تم تفعيل الخطط في مثل هذه الحالات ورفع درجة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع هذه الحالة. يعني عمل على مدار الساعة، خلية عمل فعلا بلا كلل بلا ملل، كما نحاول أن نرصدها للمشاهد الكريم من خلال تغطياتنا الإعلامية المختلفة، سواء كانت على مستوى التلفزيون أو حتى على مستوى الإذاعة. أود الحديث عن عدد البلاغات التي وردتكم خلال هذه الحالة الجوية ونوعيتها، طبيعتها كيف تركزت؟ نعم، مثل ما ذكرتي أخت بيان، طبعا العمل تكاملي وتشاركي، منظومة متناغمة وأيضا متكاملة في العمل. هناك تنسيق متواصل بين جميع هذه القطاعات، وأيضا بالنسبة للبلاغات هناك تقريبا ما يقارب من 206 بلاغات تعاملت معها فرق الميدانية بشرطة عمان السلطانية والدفاع المدني والإسعاف، وأيضا بدعم من طيران الشرطة وسلاح الجو السلطاني العماني. ولله الحمد تكللت هذه الجهود بإنقاذ العديد من الأشخاص المحتجزين سواء في الأودية أو في المنازل جراء ارتفاع منسوب المياه. نعم، يعني فعلا بلاغات شهدنا أيضا تفاعلكم معها عبر مختلف المنافذ. كيف ترصد أيضا وعي الناس اليوم في التعامل مع هذه البلاغات حتى ما بعد آلية التنفيذ؟ كيف يصفها رجالكم على أرض الميدان العقيد؟ نعم، الوعي في المجتمع موجود، وهناك أيضا دائما ما يكون يصاحب أي حالة جوية أو حالة مدارية تفعيل المركز الإعلامي المشترك في المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، وأيضا هذا المركز يقوم بعملية التنسيق قبل الحالة وأثناء الحالة من خلال بث النشرات التوعوية وأيضا متابعة المستجدات وإحاطة الجمهور بمستجدات الحالة، وأيضا بث الإرشادات والتحذيرات حول مستجدات الحالة. أيضا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بصدد تنفيذ حملة وطنية لنشر الوعي
حول كيفية التعامل مع المخاطر الناجمة عن الحالات الجوية أو حالات المدارية. وبمشيئة الله تعالى هذه الحملة سوف تنفذ في جميع محافظات السلطنة. نعم، يعني اليوم من يتابع عملكم كلجان مختلفة تابعة أو نقول كقطاعات مختلفة تابعة للجنة الوطنية العقيد يجد أن هذه اللجنة هي نموذج مثالي للعمل كفريق واحد، ونحن دائما في عمان كما يؤكد جلالة السلطان نعمل كفريق. أود الحديث عن هذا التكامل وهذا التناغم، إلى أي مدى يسهم في نجاح عمل اللجنة الحقيقي على أرض الواقع؟ نعم، هذا التناغم وهذا التكامل أساسه أو مرد للجانب التنظيمي. المنظومة فيها تنظيم يحدد اختصاصات كل لجنة، هناك خطة وطنية معتمدة في هذا الشأن، هناك خطط فرعية أيضا لكل قطاع من هذه القطاعات، هناك أيضا تواصل، وأيضا هناك في استعداد وجاهزية، وأيضا يعني في هناك برامج لتعزيز هذا التعاون. لا شك أن هذا التعاون والتكامل بين منظومة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة والقطاعات والجهات الرئيسية والمساندة، طبعا هناك تكامل وطني، هو عمل وطني، كل هذا بالتأكيد أنه يسهم في هذا إيجاد هذا التناغم، سواء فيما بين قطاعات المنظومة الوطنية أو أيضا الفرق الميدانية على أرض الميدان التي تقوم بتنفيذ العمليات المختلفة. نعم، يعني يظهر ذلك جليا اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحساب عمان مستعدة على منصة إكس الذي يعكس صور حقيقية لهذا العمل الجبار من قبل مختلف القطاعات. أود التركيز على قطاع البحث والإنقاذ على وجه التحديد، يعني تابعنا أيضا عملهم في كافة الجوانب، نود الحديث إلى أي مدى تحرص على تطوير هذا القطاع سواء كان من حيث المعدات أو حتى الكوادر العمانية البشرية. نعم، كل قطاع من قطاعات سواء قطاع البحث والإنقاذ أو القطاعات الأخرى الممثلة في المنظومة طبعاً الوطنية، طبعا تحية تقدير لهم جميعا. نعم، كل القطاعات هذه تعمل بتناغم مثل ما ذكرنا، وأيضا هناك خطط لرفع قدرات هذه القطاعات. كل قطاع من هذه القطاعات أو كل جهة يعني في ظل المهام المناطئ إليها تسعى إلى تطوير سواء القدرات البشرية أو الإمكانيات البشرية أو فيما يتعلق بالإمكانيات المادية أو الآليات أو المعدات. فعلى سبيل المثال، فقطاع البحث والإنقاذ قطاع حيوي جدا، خصوصا في مثل هذه الحالات، ويتمثل من عديد من الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، مثل شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني. نعم، والإسعاف، وأيضا قوات السلطان المسلحة، وعدد من القطاعات الأخرى المساندة كالقطاع الطبي وغيره. فطبعا كل هذه القطاعات تتناغم وأيضا تقوم بدور كبير في عمليات البحث والإنقاذ. وحقيقة خلال هذه الحالة نظرا لغزارة الأمطار كانت صح. هناك يعني تنفيذ عمليات مثل ما ذكرنا 206 عملية إنقاذ. هذه العمليات سواء من خلال رجال الشرطة والدفاع المدني، وأيضا بدعم من طيران الشرطة وطيران سلاح الجو السلطاني العماني، ولله الحمد يعني حجم البلاغات كان كبير جدا، ربما المشاهد الكريم لا يدرك يعني حجم هذه البلاغات. صحيح. ولكن كانت على مدار الأيام الثلاث الماضية يعني سواء بالليل أو بالنهار كانت بلاغات كثيرة ترد إلى مركز العمليات بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة أو مراكز العمليات في اللجان الفرعية في المحافظات، وكانت هناك إجراءات سريعة للتعامل مع هذه الحالات، ولله الحمد يعني تم إنقاذ العديد من الأشخاص من بطون الأودية. نعم، وهذا بجهود يعني هذا القطاع. نحن يعني العقيد يعني بالنسبة للخسائر المادية والبنى التحتية يعني كلها تعود، لكن الخسائر البشرية يعني 19 وفاة في هذه الحالة الجوية فقد مؤلم بالنسبة لنا جميعا، وأيام حزينة على عمان قاطبة. نود أيضا الحديث إنه الالتزام اليوم، المسؤولية، كلها أمور لابد أن نأخذها بجدية في مثل هذه الحالات الجوية. نعم،
لا شك أنه حدث الوفيات اللي صارت خلال هذه الحالة الجوية طبعا حدث مؤلم للجميع، وبهذا نود أيضا أن نقدم التعزية لذوي من قضى في هذه الحالة الجوية، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم أيضا الصبر والسلوان. حقيقة يعني الوضع دائما ما يكون هناك بعض الأحيان فيه يعني تجاوزات الأودية ويعني دخول في الأودية، وهذا الأمر يعني دائما ما يكون هناك فيه تنبيهات سواء من خلال منبركم في تلفزيون سلطنة عمان أو وسائل الإعلام الأخرى أو عبر حسابات المركز الوطني واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وحقيقة التنبيه والإرشادات مستمرة، ولكن تحدث مثل هذه الحوادث. ومن هذا المنبر أيضا نود أيضا أن يعني نوجه دعوة للجمهور الكريم أو حث للجمهور الكريم بعدم الاستهانة في مثل هذه الأوقات، ومسألة الخروج يعني ممكن تأجل إلى وقت آخر، سلامة الأرواح أهم من كل شيء، فبالتالي مثل هذه الحالات البقاء في المنازل، أيضا الحرص على سلامة الأطفال وعدم تركهم يعني يلعبون بمفردهم خارج المنازل. صحيح. وأيضا كذلك هناك بعض الأشياء المتعلقة بتداول بعض الإشاعات أو الأخبار المضللة، والتي أيضا دائما احنا كنا ندعو وندعو ما زلنا ندعو إلى متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية. نعم، ومن عمان واحد من هذه المصادر، نحرص أن نقدم حلقات متكاملة عن تغطية حية مباشرة لهذه الحالات الجوية بشكل عام. أود الحديث أيضا تساؤل يراود ربما البعض في محافظة ظفار، الآن تأثيرات مباشرة بالنسبة للمحافظة الشمالية انتهت. نعم. التأثيرات تقول بأنه ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة راح تكون في ظفار والأجزاء الساحلية من الوسطى. نعم. واللجنة اللي فعلت تم يعني تم الانتهاء منها، فكيف سيتم التعامل هناك في ظفار في ظل هذه الظروف بالنسبة للبلاغات؟ نعم، حسب التواصل مع المركز الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة ومتابعتنا معهم لهذه الحالة، فحقيقة الحالة يعني صحيح هناك ربما تكون أمطار، ولكن ليست بالأمطار المؤثرة بشكل كبير، فبالتالي هي أمطار عادية لا تتجاوز 40 مليمتر حسب يعني تحليل الأخوة في الأرصاد، فهي أمطار عادية يعني. وأيضا فوق هذا يعني كان تواصل مع اللجنة الفرعية في محافظة الظفار، وأيضا إشعارهم بهذه المستجدات لأخذ أيضا الحيطة والحذر. نعم، يعني جهود مقدرة بالنسبة لكم جميعا في هذا السياق. كلمة أخيرة توجهها للمشاهد الكريم من خلال هذا المنبر العقيد. نعم، بداية أشكركم، أشكر تلفزيون سلطنة عمان على هذه الاستضافة، وأيضا الشكر لأفراد المجتمع حقيقة الذين دائما ما يساهمون في التعاون مع رجال الشرطة ومع الأشخاص المختصين بالبحث والإنقاذ من خلال التعاون الذي يظهر دائما في مثل هذه المواقف. وحقيقة هذا ليس مواقف غريبة على العمانيين، وأيضا كذلك إخواننا الوافدين أو المقيمين في سلطنة عمان، فنوجه أيضا التحية والشكر لهم جميعا. ونحن دائما أنتم مصدر اعتزاز بالنسبة لنا أيضا في سلطنة عمان، شكرا على جهود تقدمونها في هذه الحالات والمحن، ونقول بإذن الله أمطار خير وبركة يعم نفعها البلاد والعباد. شكرا على حضوركم الليلة في برنامج من عمان، رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة العقيد زايد بن حمد الجنيبي، شكرا جزيلا. شكرا لكم أخي. نتواصل معكم أيها الأحبة في محطات الليلة من برنامجكم من عمان، والحديث متواصل عن أبرز التأثيرات من جراء المنخفض الجوي تشهده أرض السلطنة خلال الفترة الماضية، وتأثيره يبدأ تدريجيا على محافظة ظفار والوسطى بعد هذا الفاصل.
تحية عامرة بالمحبة، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في أمسية الليلة من برنامجكم من عمان. وما زال الحديث حول الحالة الجوية تشهدها أرض السلطنة. التوقعات تشير إلى أمطار متفاوتة الغزارة في محافظة ظفار بشكل عام. نذهب إلى ولاية المزيونة والزميل سالم بن محمد زعبنوت للحديث عن مستجدات هذه الحالة من المزيونة. مساء الخير سالم. تحية لك بيان، وتحية أيضا لكل المتابعين. وفقط من باب التصحيح، الاسم سالم بن بخيت العامري، يا هلا فيك من سالم. ولاية المزيونة، الله يحييك وكل عام أيضا وأنتم بخير. ونزف في البداية أحر التعازي لأهالينا في سمد الشان والمناطق الأخرى، ونسأل الله أن تمر هذه الحالة الاستثنائية على سلطنة عمان، وأن تكون أمطار خير وبركة بإذن الله تعالى. بالنسبة لولاية المزيونة في محافظة ظفار، الأجواء مستقرة إلى هذه الدقائق. طبعا شهد مركز ولاية المزيونة صباح اليوم أمطار تراوحت طبعا بين المتوسطة والخفيفة، ليس هناك طبعا إلى هذه الدقائق جريان للأودية، وحتى أيضا في النيابات التابعة لهذه الولاية. الاستعدادات هناك بقية ولايات السلطنة بشكل عام، هناك جهود وهناك أيضا استعدادات للتعاطي مع هذه الحالة الاستثنائية التي تمر بها السلطنة بشكل عام. الزميل سالم بن بخيت العمري على هذه المداخلة. نود أيضا أن نقدم رسائلك للمشاهد الكريم وتحديدا لقاطني محافظة ظفار خلال هذه الفترة. بالتأكيد بيان، ربما وأيضا المواطن في مختلف ولايات المحافظة هنا في محافظة ظفار بشكل عام أصبحت لديه إذا جاز التعبير تراكمية ثقافية بهذه الأنواع وهذه الحالات المدارية التي شهدتها محافظة ظفار خلال السنوات الماضية. طبعا هناك تحذيرات وتنبيهات مستمرة من قبل شرطة عمان السلطانية، الدفاع المدني، مكتب الوالي، وأيضا جميع القطاعات للمواطنين. وكما تعلمون ولاية المزيونة من المناطق الولايات الصحراوية، فالمواطن هنا أيضا يقطن في العديد من المناطق المجاورة للأودية، وربما أيضا بحث عن المراعي والتنقل من مكان إلى آخر، إلا أنه الجهات المعنية تم طبعا إرسال رسائل تحذيرية وتوجيهات للقاطنين على تخوم هذه الأودية، وأيضا الذين يقطنون بمواشيهم في أقدام الجبال هنا في ولاية المزيونة. المواطن أيضا إلى حد كبير جدا أصبح لديه ثقافة بمثل هذه التحذيرات، وأيضا بمدى هذه الخطورة في هذه الحالة، وأيضا في الحالات الاستثنائية بالنسبة للمواطن هنا في ولاية المزيونة والمواطن في كافة محافظات وولايات السلطنة. نتمنى من الجميع التقيد بهذه التوجيهات وهذه التنبيهات، ونتمنى أيضا متابعة وسائل الإعلام الرسمية بالتحديد لاستقاء المعلومة الدقيقة وأيضا الخبر اليقين لمثل هذه الظروف التي تمر بها السلطنة بشكل عام. لأنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف الشديد هناك مقاطع ربما من أنواع مناخية سابقة، ويتم أيضا وضعها في هذه الحالة. نتمنى من الجميع الحذر وأيضا عملية متابعة المصادر الحقيقية
للمعلومات المؤكدة بشكل عام بيان. وهي رسالة تتكرر دائما من خلالنا ومن خلال مختلف الزملاء. أنا أشكرك على هذا الانضمام سالم بن مخيت العامري، كان معنا مشاهدينا من ولاية المزيونة من محافظة ظفار، من ظفار إلى الداخلية. ينضم معي بإذن الله مشاهدينا الزميل سعيد بن الذيب الهنائي. مساء الخير سعيد، وكيف تبدو الأجواء في المحافظة بشكل عام؟ مساء النور والسرور بيان، تحية مسائية جميلة لكم ولجميع الزملاء في الاستوديو ولمشاهدينا الكرام الذين يتابعون برنامج من عمان حلقة هذا اليوم. نحن مباشرة من ولاية نزوة في محافظة الداخلية، حيث أقف أمام ساحة سوق نزوة. هذه الساحة في الأصل هي ممر أو مجرى لوادي نزوة الذي تتجمع فيه مجموعة كبيرة من الأودية التي تأتي من أعالي الجبل الأخضر وجبل شمس. الأجواء الآن طبعا تلاشت الحالة الجوية منذ ساعات الظهيرة لهذا اليوم في عموم محافظة الداخلية، بعد أن شهدت المحافظة كسائر المحافظات الأخرى هطول أمطار تراوحت بين شديدة الغزيرة إلى غزيرة إلى متوسطة في بعض الولايات، أدت طبعا إلى جريان العديد من الأودية بغزارة شديدة. ما تزال حقيقة بعض هذه الأودية تتدفق حتى هذه اللحظة. نعم، بالنسبة إلى حالة الطرق في الداخلية، علمنا أن بعض الطرق غير سالكة ربما، فكيف الحين الأجواء في الطرق؟ هل هي سالكة تقريبا في نزوة على وجه التحديد؟ نعم بيان، سنقف على كافة التفاصيل المتعلقة بالآثار الجانبية. إذن مشاهدينا، كما ذكرت في حديثي، هذه بالنسبة لمحافظة الداخلية بشكل عام، وتفاصيل مختلفة بإذن الله مع ضيف سعيد ربما يكون جاهزا لاحقا بإذن الله من خلال الدقائق القادمة من برنامجكم من عمان. إذن كما ذكرنا في حديثنا، التأثيرات في المحافظات الشمالية تلاشت بشكل مباشر، وهناك أيضا تأثيرات قائمة في محافظة ظفار والأجزاء الشمالية أو نقول الساحلية من محافظة الوسطى. ينضم معنا أيضا من ولاية أخرى وزميل آخر وتفاصيل أخرى نتحدث من خلال الزميل أحمد الهداوي. مساء الخير أحمد. مساء على الأعزاء المشاهدين، وسعيد بانضمامي لهذا البرنامج. نود الحديث عن مستجدات الحالة بشكل عام. نعم، نحن في هيئة تنظيم الاتصالات نتابع الانقطاعات ونحرص على إرجاع الخدمة إلى ما كانت عليه قبل الحالة الجوية. وحقيقة تأثرت خدمات الاتصالات كغيرها من الخدمات بسبب الأمطار الغزيرة، خاصة ما حدث يوم أمس، حيث أن سجلنا عدد كبير من الانقطاعات عن بعض المحطات خاصة في محافظة شمال الباطنة ومحافظة البريمي. كان في وقت متقدم هذا الصباح عدد المحطات متأثرة بلغ 1044 محطة بسبب مختلف الأسباب، منها انقطاع الألياف البصرية اللي هي النواقل الرئيسية والتي تربط مراكز البيانات بعدد من محطات الاتصالات، وهناك محطات أخرى تأثرت بسبب انقطاع خدمات الكهرباء أو وصلات اللاسلكية المايكروويف. بس تم العمل على بجهود القائمين من الشركات المشغلة على إرجاع الخدمة، وحاليا عدد المحطات التي لا تزال متأثرة ومنقطع عنها الخدمة 331 محطة حسب آخر تقرير. نعم، يعني أستاذ أحمد، الاتصالات واحدة من الخدمات الأساسية تقدم خلال هذه الفترة، وهو قطاع مهم تابع للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. نود الحديث في هذه اللحظة، كل الخطوط الاتصالات يعني على قدم وساق في مختلف المحافظات في السلطنة الشمالية على وجه التحديد، أم ما زالت هناك تحديات؟ لا تزال هناك بعض التحديات، مثل ما ذكرت في النقطة السابقة بأن هناك عدد من الانقطاعات خاصة في محافظات شمال السلطنة، محافظة شمال الباطنة ومحافظة البريمي.
عدد من المحطات لا تزال منقطعة عن الخدمة، وبعض الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذه الانقطاعات هي انقطاع الألياف البصرية اللي تعتبر الناقل الرئيسي التي تربط بين محطات الاتصالات ومراكز البيانات. شكرا لك المهندس. نعم بارك الله جهودكم. شكرا لك المهندس أحمد بن حسن الهدابي المدير التنفيذي لوحدة الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات على انضمامك معنا في برنامج من عمان خلال هذه الدقائق وحديث عن قطاع الاتصالات. عودة للزميل سعيد بن الديب الهنائي وحديث برفقة ضيفه الكريم عن مستجدات أخرى والجهود تقدم في المحافظة أيضا جراء المنخفض الجوي. إليك كاميرا من عمان صوتا وصورة سعيد. نعم بيان شكرا جزيلا. بالفعل سيكون معي في هذه اللحظة نرحب بالمهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية الداخلية للوقوف على الجهود وعلى الآثار الجانبية نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف ولايات محافظة الداخلية. مهندس سليمان نرحب بك معنا عبر برنامج من عمان في حلقة هذا اليوم، ويا ريت لو نضع المشاهد الكريم بداية حول تقييمكم لتدفق الأودية والآثار الجانبية التي تركتها هذه الأودية وجريانها الغزير، من خلال أيضا وقوفكم الشخصي على الولايات والزيارات الميدانية، ومن خلال أيضا أجهزة البلدية ممثلة في دوائر البلدية في المحافظة. جزاك الله خير الأخ سعيد، وكل يسعد الله مساكم ومساء الأخوة المشاهدين لهذا البرنامج. طبعا بلدية بلدية الداخلية ممثلة يعني ممثلة لمحافظة الداخلية سعت على أهمية يعني الاستعداد المبكر للتفاعل مع الحالة الجوية، وذلك بالاستعداد ما قبل الحالة وأثناء الحالة وما بعد الحالة. طبعا تم تكوين عدد من الفرق الفنية في البلدية في كل الولايات، طبعا عندنا 9 ولايات وكل 9 ولايات يعني كانت هناك فرق، والفرق تعمل على مدار الساعة يعني يكونوا متجهزين. حتى أمس الساعة 2 مساء صباحا كان هناك دور فعال لفتح العديد من الطرق. طبعا الأمطار كانت مستمرة من يوم الأحد وحتى صباح هذا اليوم، لذلك كان هناك جهد كبير لدوائر البلدية، ونفس الشيء بمساندة دائرة الطرق التابعة لوزارة النقل والاتصالات، بالإضافة إلى الشركات القطاع الخاص كان لها دور في المساندة، لأن الأودية سقطت يعني كانت تنزل على مدار الأيام الماضية، ولكن يعني ذروة الأودية ونزولها كانت ليلة أمس وصباح الباكر هذا اليوم، كانت يعني ذروة الأمطار اللي سقطت. طبعا عندنا 5 ولايات سجلت أكثر من 100 ملم، وولايتين حوالي في 90 ملم، وبين 60 و70 ولايتين في من ولايات المحافظة. جميل. طيب مهندس، الآن في هذه اللحظة هل الطرق الآن في مختلف ولايات المحافظة سالكة بعد الجهود التي بذلت على مدار الأيام الماضية أو الساعات الماضية خلال هذا اليوم؟ هي كانت ليلة الأمس كانت حوالي عندنا 95% يعني سالكة. اليوم بعد نزول الأودية صبيحة هذا اليوم يعني تغير المسار، وبدينا يعني كحلقة جديدة يعني نعمل من جديد في عملية الفتح، وصلنا إلى أكثر من 90%. اليوم عندنا المناطق الجبلية، طبعا احنا في نعمل كفريق واحد مع وزارة النقل والاتصالات بأهمية تسريع أهمية فتح الطرق للمواطنين. طبعا فتحنا حوالي 248 طريق أسفلتي عندنا، بالإضافة إلى كانت متأثرة يعني بكبس عن طريق الأودية عن طريق بعض المخلفات، بالإضافة إلى نفس حوالي 128 طريق ترابي تم يعني معدات الجريدر. عندنا معدات متوزعة على الولايات المحافظة يعني من الصباح الباكر في تعاون ما بيننا مثل ما أسلفت مع الجهات الإدارية، بالإضافة إلى شرطة عمان السلطانية في توجيه في بعض المواقع في المنقطعة. طبعا هناك في انقطاعات في تأثير في البنية التحتية في بعض الطرق الأسفلتية عندنا في يعني حوالي 3 ولايات 4 ولايات كان فيها يعني تأثير كبير في عملية. عندنا سمايل، عندنا إزكي، عندنا في بهلة، عندنا نفس الشيء، عندنا في نزوة بعض الطرق، الجبل الأخضر نفس الشيء في تأثير بعض الطرق. ماذا عن أدم؟ أدم عندنا ما شاء الله مصب الأودية،
الأودية يعني من نازلة من الولايات مثل ما أسلفت، يعني بيكون ملتقى في عدم. في عندنا صار عندنا يعني مركز إيواء في الغيضرانة، يعني تم توحيد الجهود، يعني شاركت الجهود جميعا، الخدمات الكهرباء والاتصالات والبلدية والتنمية الاجتماعية، وطبعا اللجنة الفرعية برئاسة شرطة عمان السلطانية، وعملنا جهد كبير خلال يوم وأمس، والحمد لله تم توصيل التيار الكهربائي وتم توصيل الطرق للمواطنين القاطنين في تلك المنطقة. إذن شاكرين لكم مهندس سليمان كل هذه الجهود، وإن شاء الله تكلل الجهود خلال الأيام القادمة بالنجاح والتوفيق، وأن يعني تبقى هذه الجهود محل تقدير وأكيد إشادة من الجميع. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير، نشكركم على التواصل وإتاحة الفرصة لتوصيل المعلومة لإخواننا المستمعين ومشاهدين لهذا البرنامج، بأن البلدية كقطاع فخدمي يسعى جاهدا إلى أهمية توصيل الخدمات بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير، أشكركم. إذن هكذا هي الصورة وهكذا هو المشهد هنا بيان في محافظة الداخلية، جهود بلدية تبذل على مدار الساعة منذ بدء الحالة الجوية وحتى تلاشيها وحتى ما بعد الحالة الجوية، مثل ما أشار المهندس سليمان هناك جهود متواصلة، وإن شاء الله الطرق كلها ستكون متاحة وستعود الخدمات إلى سابق عهدها بإذن الله تعالى في هذه المحافظة بفضل جهود الجهات الحكومية أيضا وتعاون مختلف القطاعات في هذه المحافظة. إليك الصوت والصورة لاستكمال ما تبقى من حلقة اليوم. تحية لكل هذه الجهود، وتحية لك زميل سعيد بن الديب الهنائي على هذه التغطية للوقوف عن أيضا دور بلدية الداخلية فيما يتعلق بعودة الطرق والخدمات الأساسية في بعض المناطق تأثرت جراء المنخفض الجوي. وردنا قبل قليل أيضا مشاهدينا بيان من وزارة التربية والتعليم متعلق باستمرار تحويل الدراسة عن بعد في مدارس تعليمية محافظة ظفار، حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة والهيئات التعليمية بالمدارس، ونتيجة استمرار تأثيرات منخفض المطير تقرر تحويل الدراسة عن بعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وذلك ليوم غد الخميس الموافق 18 من إبريل لعام 2024. حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه. هذا البيان متعلق بمحافظة ظفار على وجه التحديد. نتواصل معكم مشاهدينا فيما يتعلق بأبرز المستجدات والوقوف أيضا في وضع المحافظات بشكل عام. نذهب إلى مسندم وكيف تبدو الأجواء في مسندم بعد انتهاء التأثيرات المباشرة الشمالية لمنخفض المطير. الزميل عبد الرحمن الظهوري ينضم معنا من هناك. مساء الخير عبد الرحمن. مساء الخير والسرور الأستاذة الزميلة بيان. الحمد لله أنعمنا بخير وفضل خلال الأيام الماضية بهذا المنخفض الجوي الذي عم المحافظة بشكل كبير. طبعا هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على جميع ولايات محافظة مسندم خلال اليومين الماضيين، حيث شهدت بعض الولايات كميات أمطار وزخات مطرية تعتبر مرتفعة قياسا بالمنخفضات الجوية خلال هذا الموسم الشتوي. وصلت بعض الأحيان أو القياسات التي أخذت إلى 194 مليمتر في ولاية خصب من كميات هطول الأمطار، وكذلك في ولاية مدحة الرقم مقارب ل 160 مليمتر، وكذلك في دبا 130 مليمتر. هذه الأرقام تعتبر أرقام كبيرة جدا، جرت على إثرها بعض الأودية المعروفة في المحافظة مثل وادي خب الشامسي في ولاية دبا، وكذلك وادي البيح في ولاية خصب، ووادي روبيه، ووادي موة، وكذلك كثير من الأودية. ولعل أكبر زخات المطر التي أثرت في المحافظة هي في ولاية مدحة، امتلأت على إثرها بعض السدود مثل سد الصاروج وكذلك سد الصهناء. السدود فاضت على المستويات الطبيعية وكميات الأمطار جدا عالية في خلال الأيام الماضية. بركة يا رب يا عم نفعه البلاد والعباد. عبد الرحمن، بالنسبة للخدمات الأساسية كيف تصفها في مسندم بشكل عام؟
الحمد لله بالنسبة للخدمات الأساسية في ولايتي بوخة وخصب ودبا لم تتأثر بالشيء الكثير، خصوصا أتحدث عن جانب الشوارع. تأثرت بانقطاعها وبمرور بعض الأودية التي أوقفت حركة السير، ولكن في ولاية مدحة الأمر مخالف نوعا ما، انقطاع كامل لبعض الشوارع وتأثرها بشكل كلي وجذري بانحدارها يعني. ولكن الطرق أصبحت الآن بعد الساعة الثانية ظهرا من اليوم أصبحت سالكة، وإن كانت البلديات وكذلك المؤسسات تبذل جهدا لإعادة المسارات إلى وضعها الطبيعي. هذا بالنسبة للطرق، ولكن بالحديث عن الاتصالات وكذلك الكهرباء، الكهرباء انقطعت لمدة ساعات متفاوتة ولكن لفترات زمنية بسيطة نوعا ما أثناء هطول زخات الأمطار، ولكن لم تتأثر بالشيء الكثير. بالنظر كذلك لمنظومة الاتصالات، كان هناك تأثر أثناء انقطاع الكهرباء، ولعل آخر انقطاع حدث اليوم في ساعات المساء عند الساعة السادسة أو الخامسة، ولكن بانخفاض مستوى الاتصالات قليلا وليس الانقطاع الكلي. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لك عبد الرحمن بن علي الظهوري على هذا الانضمام من مسندم، وتطمينا على الأجواء والأحوال في مسندم بعد انتهاء التأثيرات المباشرة للمنخفض الجوي. إذا مشاهدينا، فعلا تأثرت معظم المحافظات بهذه الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة وشية الغزارة في بعض المحافظات، محافظة داخلية واحدة من هذه المحافظات. نشاهد بعضا من الملامح في هذا التقرير بعدها عودة، ابقوا معنا. يهطل المطر بغزارة شديدة على رؤوس الجبال وعلى مجاري الأودية وعلى سائر الولايات والقرى في محافظة الداخلية، فتندفع المياه بغزارة في بطون الأودية لتمتلئ السدود في مختلف ولايات المحافظة. ذلك هو المشهد الذي استمر لثلاثة أيام متواصلة، فارتوت الأرض وفاضت المياه لترسم في النفوس البهجة استبشارا بنعمة المطر. هطول الأمطار وجريان المياه الغزير عم جميع ولايات محافظة الداخلية، شأنها في ذلك شأن المحافظات الأخرى التي تأثرت بالمنخفض الجوي الذي على إثره شهدت مختلف المحافظات هطول أمطار تراوحت بين شديدة الغزارة إلى الغزيرة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر خلال فترة هطول المطر وجريان الأودية. الأمطار الغزيرة والأودية الجارفة تركت جانباً من الآثار الجانبية تمثلت في وقف الحركة المرورية في بعض الولايات والقرى والتأثير المباشر على الطرق وغيرها من المرافق، الأمر الذي حدا بشرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تكثيف الجهود والانتشار في مختلف ولايات المحافظة لتعزيز الوعي والاستجابة للبلاغات والتعامل مع كافة الحالات التي تتطلب الدعم والمساندة. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. We'll be right back.
بكل محبة إلى متابعة محطات الليلة برنامجكم من عمان، وكما نذكر مثل هذه الحالات الجوية جهود وطنية جسيمة وجهيدة تبذل لاحتواء هذه الحالة من خلال مختلف القطاعات، قطاع الخدمات العامة أو الأساسية والطرق على وجه التحديد واحدة من القطاعات المهمة، وتسعى وزارة النقل والإتصال تقنية المعلومات على أيضا تعزيز هذه القطاعات بشكل عام في مثل هذه الحالات الجوية. تفاصيل مختلفة، ينضم معنا في الاستوديو مشاهدينا المهندس يوسف بن عبد الله المجيني، وهو المدير العام المساعد للمشاريع والصيانة. مساكم الله بالخير المهندس يوسف، حياكم الله في برنامج من عمان. مساء النور بيان، حياك الله. كما ذكرت الطرق واحدة من أهم الخدمات الأساسية. صحيح. التي يعني تعني المواطن والمقيم بشكل مباشر. تعطل الطريق يعني تعطلت أشياء كثيرة، نعتبرها كشريان. شريان. شريان. تشبيه مجازي رائع. صحيح. نود الحديث بداية عن جاهزية الوزارة في مثل هذه الأوقات الجوية على وجه التحديد في الأنواع المناخية، كيف تكون؟ هي عادة الوزارة تكون مستعدة من خلال عدة إجراءات. طبعا بعد تلقي الوزارة لأي معلومات أو أي بيانات ترد من الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالمديرية العامة للأرصاد، بتعرض أجواء سلطنة لأي حالة مدارية أيا كان منخفض أو شيء. طبعا الوزارة لديها طاقم فني، لديها مقاولين يقوم بأعمال الصيانة الروتينية. أعمال الصيانة الروتينية هي عقود تسند لمقاولين لمدة 5 سنوات. طبعا العقد هذا يعتبر المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن أي صيانة تقع في الطريق، أيا كانت أعمال طارئة كحالات مدارية أو منخفضات جوية أو الصيانة الروتينية للطريق بسبب الحوادث المرورية، للحواجز، لتأثر بعض الأوقات جسم الطريق، يكون في بعض التعديلات الفنية المطلوبة في الطريق يقوم بها المقاول. الآن الوزارة طبعا تشكل فريق فني، الفريق الفني هذا بدوره يكون متواجد في كل محافظة. كل محافظة لدى الوزارة دوائر خاصة بصيانة الطرق، هي دوائر الطرق في المحافظات، كل محافظة عندها مدير، المدير لديه طاقم فني بالإضافة للمقاول المختص بصيانة الطرق. طبعا بعد تلقي البيانات أو التنويه أن هناك في منخفض أو في حالة مدارية قريبة، طبعا الفريق يكون متواجد، تكون هناك خطة معدودة من قبل المدير، من قبل الإدارة العليا بالوزارة كذلك. نعم. برئاسة معالي المهندس الوزير وسعادة المهندس الوكيل وزارة. طبعا الطاقم مباشرة بعد هطول الأمطار أو بعد بدء الحالة المدارية، طبعا هناك ما نعمل مخاطرة للموظفين أو للمهندسين المواجدين، بعد انحسار أو بعد الانخفاض منسوب المياه يبدأ العمل. يبدأ العمل على سبيل المثال إذا كان هناك انقطاع كامل للطريق، إيجاد حلول فنية، إيجاد بدائل للطريق. نعم. لتتماشى أو لفتح الحركة المرورية للمواطنين أو للتنقل. نعم. المناسب تكون هناك انسيابية، لتكون انسيابية وكذلك لأجل المواطن يقوم ب يعني تنقله مهامه احتياجاته المطلوبة خلال الفترة هذه. طبعا إعادة الإصلاح هي ما تكون بالطريقة الفنية الصح، لأن هي إصلاح مؤقت. فيما بعد، بعد انحسار الحالة المدارية يشكل فريق فني من عدة جهات. هذه الجهات دورها إنها تقوم بالزيارات الميدانية وحصر جميع الأضرار التي حصلت في الطرق. نعم. أياً كانت أضرار في جسم الطريق، أضرار في بعض العبارات الصندوقية، أضرار في الجسور كذلك. على أساسها يتم تعيين استشاري مختص، هذا الاستشاري يعد نطاق عمل. نطاق العمل لازم يتماشى مع
المعطيات التي حصلت. نعم، يعني الشيء بالشيء يذكر، تابعنا أيضا زيارة معالي المهندس وزير النقل واتصالات تقنية المعلومات لمحافظة شمال الشرقية. نعم. على وجه التحديد الوقوف عند الطرق المتضررة. صحيح. والقطاع بشكل عام، الكميات الأمطار كانت مهولة في هذه الحالة الجوية، ويقال يعني بحسب المختصين استثنائية كمنخفض جوي أتحدث. صح. يمر على السلطنة بكميات مهولة تؤثر على محافظات شمالية في السلطنة. أود الحديث هنا عن أبرز الطرق المتضررة جراء هذه الحالة. هو إذا نبدأ من محافظة شمال الشرقية، الأضرار بدأت من هناك سابقا بداية. صحيح. طبعا زيارة معالي كانت بحضور سعادة المهندس كذلك. نعم. بحضور معالي وزير الأسكان والتخطيط العمراني. نعم. أصحاب الهيئات أو أصحاب السعادة، رئيس هيئة الخدمات العامة كان من ضمن الفريق اللي موجود. طبعا اطلعنا على جميع الأضرار التي حصلت في الطرق. طبعا في أضرار في دمى والطائين، في أضرار في وادي بني خالد، تأثر العقبة بالكامل. ولكن ما يمنع الوزارة، سبحان الله، يعني كان في إجراء متخذ بالنسبة لعقبة وادي بني خالد. نعم. والحمد لله كانت في إجراءاتها النهاية، وقدر الله ما شاء فعل، صار الانهيار في الطريق يعني بشبه كبير. نعم. ما كان يتوقع، ما كان في هناك توقع ان فعلا هذا الطريق راح ينهار. وهذا دفع لمشروع اخر؟ لا يعني هو لنفس المشروع، ولكن سبحان الله يعني كانت اجراءات تعاقديه فقط، ويبدا المقاول بعدها. ولكن الحمد لله يعني هذا اللي صار راح يعطي انطباع اخر، راح الوزاره تقوم قبل لا يبدا المقاول بعمله إيجاد حلول بديلة، إيجاد مقترحات فنية أفضل. نعم. تتماشى مع الوضع الحالي الآن. نعم. مهندس، عفوا بقاطعك، لكن هي نقطة مهمة أيضا أثيرها ويتساءل فيها المجتمع المواطنون بشكل عام. إن تحدثنا عن شاهين، وهي أيضا حالة عاشتها السلطنة خلال الفترة الماضية، تم إصلاح مجموعة من الطرق في الباطنة السويق على وجه التحديد، واجهت هذه الطرق ربما ذات الحادثة الآن، فكيف تقرؤون؟ يعني تحدث عن إصلاح كلي بشكل جذري وعن إصلاح مؤقت، فما حدث هناك فعلا أعتقد كان إصلاح بشكل حقيقي. هو في الحالة المدارية شاهين والحالة المدارية المنسون، فعلا بعض الطرق تم إعادة إصلاحها حسب الوضع الحالي أو وضع الطريق السابق. بدون أي تحسين. بدون أي تحسين. بدون أي تحسينات. حسب تكلفة معينة. أما بالنسبة لبعض الطرق التي رأت الوزارة أن في هذا المواقع تتطلب أن تكون هناك تحسينات فنية لتخدم الطريق لفترة أطول. طبعا الحالة المدارية الحالية أو المنخفض المطير، كمية الأمطار ما كانت متوقعة. صحيح. يعني كمية الأمطار وصلت في حدود في بعض المحافظات، على سبيل المثال في ولاية محضة وصلت كمية الأمطار إلى 23 ملي. صحيح. شناص 280 لواء. صحيح. بالتالي هذه حالة استثنائية. أنت لو كنت حاط أي من التحسينات الفنية في الطريق أو عمل أي تقنية جديدة، هذه في النهاية طبيعة. أنت ما ممكن يعني تعارض ما. نعم. حصل حاليا، ولكن أنت الآن أمامك خيار آخر، أمامك أنك أنت تطلع على الحلول الفنية الأفضل، تطلع على البدائل اللي راح تتماشى معك خلال السنوات القادمة. طبعا الوزارة عندها دليل تصميم الطريق، دليل تصميم الطرق هو عبارة عن كتيب لجميع المواصفات الفنية لإنشاء الطريق، أيا كان إنشاء طريق. نعم. إنشاء جسر، إنشاء عبارات صندوقية. هناك إنشاء العبارات الصندوقية مبني على دراسة أو تحاليل فنية. نعم. الدراسة الفنية هي مبنية عن دراسة هيدرولوجية. الدراسة الهيدرولوجية هي عبارة عن أن المهندس المختص الهيدرولوجي يقوم بإجراءات تحليل، تحليل الحالات المدارية اللي كانت قبل 10 سنوات و 20 سنة، ويبني قراءته عليها. طبعا هذه البيانات تؤخذ من
على سبيل المثال سبق ان كانت وزاره الموارد المياه هي مختصه بهذا هذه النتائج او هذه القراءات اللي نحصلها. على اساس هذه القراءات هناك في طريقه فنيه وحسابيه يعطيك المختص او المهندس المختص كم حجم العباره انا احتاجها. هذا العباره راح استخدمها لحسب القراءات 50 سنه قدام. نعم 50 سنه قدام. الان الوضع اللي شفناه ان 50 سنه هذه ما راح تفي بالغرض. 50 سنه يعني اتوقع ان خلال 50 سنه كميه الامطار توصل في بعض المحافظات 80 ملي. نعم 75 70 ملي. صحيح. بينما الان لا، الان اختلف الوضع، الان وصلت كميه الامطار بكميات ما كانت متوقعه. والعالم يتحدث عن تغير مناخي كما نقرأ. صحيح. وأن السلطنة معرضة أيضا لمثل هذه الحالات. أعتقد أن هناك أيضا تحسينات جديدة فيما يعنى بالطرق من قبل الوزارة خلال الفترة القادمة مع كل ما نشهده من هذه الحالات وتضرر كبير لبعض الطرق في السلطنة. هو شوفي أخت بيان، بالنسبة لي نتحدث الآن عن طريق الباطنة العام. طريق الباطنة العام اللي هو فيه الضرر الكبير الآن. صحيح. عندك في لواء طريق منهار بالكامل مغلق وغير سالك. عندك في شناص ولاية شناص نفس الإشكالية. طريق الباطنة العام إذا نجي نتحدث، طريق الباطنة العام من الثمانينات تقريبا أنشئ. طبعا الصيانة الروتينية موجودة، التحسينات لا تزال موجودة. حتى الآن مؤخرا قامت الوزارة بعمل عبارات صندوقية لتنقل المواطنين من الجهات من جهة إلى جهة أخرى. نعم. هذا نوع من التحسينات، ولكن مهما يكون الطريق صار سليم. طبعا الوزارة عينت سابقا استشاري مختص لتقييم طريق الباطنة العام من قصر البركة إلى محظة أو إلى خطمة ملاحة. نعم. طبعا دراسة موجودة الآن، في فقط إجراءات معينة الوزارة تتخذها ومن ثم راح يكون في إجراء آخر كيف راح يتعامل مع الطريق. نتمنى تعجلوا فيها شوية. هي بعدين هناك في لجنة فنية كذلك شكلت سابقا لدراسة كذلك قنوات تصريف المياه، كذلك قنوات تصريف المياه، كذلك عندك التوجه المستقبلي لهذا الطرق كيف بيكون. صحيح. ولكن التحسينات موجودة، الإجراءات المتبعة، التعليمات التي ترد كذلك من الإدارة العليا على رأس معالي المهندس وسعادته كذلك تؤخذ في الحسبان. نعم. الوضع هو ملف مهم مطروح أعتقد في وهو مثل ما أنت تفضلتي، لأن حتى الآن معالي وسعادته في المواقع تراهم. أنا في تواصل الآن في المواقع، بكرة في زيارات كذلك. نعم. لهذه المواقع المتضررة، ولكن في النهاية هذه أمانة والكل جالس يؤديها. وهناك كذلك توجيهات من مولانا الله يحفظه إن يعجل الإصلاح، تعجل فتح الطرق، لأن هناك طرق لا تزال بعدها مغلقة. خلينا نتكلم عن الطرق، نعرف المشاهد الكريم طرق الغير سالكة حتى الآن. هي الطرق الغير سالكة الآن مثل ما تطرقت، طريق الباطنة العام، لوا، عندك لوا وشناص غير سالك الطريق. البديل هو استخدام طريق السريع. نعم. عندك في محافظة البريمي طريق صاع، طريق الفيل والجاجة، طريق حفيد صاع، هذا غير سالك حاليا. بعض الطرق تم فتحها ولكن ما فتحت بالطريقة الفنية الصح، ولكن كتحويلات مؤقتة لحين انحسار الحالة والانخفاض منسوب المياه، من ثم سوف يتم مراعاة الإجراء الآخر. طبعا الإجراء الآخر يا إن الوزارة عن طريق شركات الصيانة تقوم بالصيانة العادية الآن لحين إعداد مسندات وتجهيز نطاق العمل المطلوب لكي تتفادى الإشكالية التي سوف تقع سابقا لاحقا. وهذا هو جوهر ما ننشده أيضا خلال هذه المحطة كما ذكرت في حديثي. أنا أشكرك على هذا الحضور واستقطاع وقتكم، وأنتم أيضا في الميدان ربما كم يوم ما شاء الله. صحيح. وعمل مضني وجهيد. صحيح. نشكرك على هذا الحضور المهندس يوسف بن عبد الله المجيني المدير العام المساعد للمشاريع والصيانة، شكرا جزيلا. شكرا بيان، حياك الله. شكرا. نتواصل معكم أيها الأحبة في الدقائق الأخيرة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، نتابع هذا التقرير عن محافظة البريمي وأبرز مشاهد هطول الأمطار خلال الأيام الماضية.
أكثر من 300 مليمتر سجلتها ولاية محضة من مياه الأمطار جراء الحالة الجوية التي تمر بها معظم المحافظات، وتعد أعلى كمية مسجلة كشفت عنها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. الحمد لله أثرت هذه طبعا جريان الأودية بشكل كلي على مستوى الولاية، جريان حقيقة فاق التوقعات بكميات كبيرة، وصلت إلى 300 ملي وأكثر عن 300 ملي إلى حد البارحة. هذا آخر تسجيل طبعا للمحطات لقياس الأمطار كانت أكثر عن 300 ملي. السدود الحمد لله توجد في الولاية 6 سدود جميعها امتلأت، يعني كمية الطاقة التخزينية لها تفوق 3 مليون متر مكعب، وجميعها امتلأت، والكمية اللي فاضت منها الحمد لله يمكن تفوق هذه الكمية بأضعاف أيضا. اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة في المحافظة بقطاعاتها المختلفة وجهاتها المساندة تعاملت مع الحالة الجوية للحد من التأثيرات المصاحبة للحالة المدارية. قطاع الإغاثة والإيواء فعل بعض الأماكن المجهزة لاستقبال المواطنين والمقيمين لمكوثهم في مكان آمن حتى انتهاء الحالة الجوية. تم تفعيل عمليات قطاع الإغاثة والإيواء بمحافظة البريمي منذ الإعلان عن الحالة الجوية، وتشكيل عدد 4 فرق عمل منها غرفة عمليات القطاع لتلقي البلاغات، وأيضا فرق المساندة المتكونة بالشراكة مع الفرق الخيرية وفرق الاستجابة الميدانية أثناء الحالة الجوية، وأيضا اللي هي فرق إدارة مراكز الإيواء. تم تحديد عدد 4 مراكز للإيواء، وأثناء الحالة تم إضافة المركز الآخر في نيابة الروضة بولاية محضة، فأصبحت 5 مراكز محددة. تم تجهيز 4 مراكز وتفعيل مركز واحد في ولاية البريمي، شمل هذا المركز عدد 128 شخص خلال فترة الحالة الجوية في المنخفض الجوي. غزارة الأمطار أدت إلى جريان معظم الشعاب والأودية وارتفاع في منسوب المياه في السدود والطرقات العامة، مما أدى إلى تأثر بعض الطرقات، وتبذل الجهات ذات الاختصاص جهودا للتعامل مع تلك الأضرار. جعلها الله أمطار خير وبركة. إذن مساء كما ذكرنا نقضيه في برنامج من عمان للتعرف على تأثيرات الحالة الجوية التي حدثت في السلطنة خلال الأيام الماضية. انتهت تأثيراتها المباشرة على المحافظات الشمالية، إلا أن التأثيرات قائمة في ظفار والأجزاء الساحلية من الوسطى إلى البريمي. وتفاصيل هذه المستجدات مع الزميل أنور بن زاهر الغريبي. مساء الخير أنور، كيف تبدو الأجواء في البريمي في هذه اللحظة؟ نعم بيان، مساء الخير نور، والسرور عليك وعلى كل من يتابع برنامج من عمان. انكشفت الغيوم بعد ساعات ماطرة، كان لمحافظة بريمي نصيبا وافرا من الأمطار، بل إنها سجلت أرقاما قياسية في نسب هطول الأمطار. نتحدث عن 300 ملي متر من الأمطار التي هطلت على ولاية محضة، وهي النسبة الأعلى على مستوى سلطنة عمان خلال هذا المنخفض، وأيضا يعتبر نسبة قياسية على ولاية محضة. هناك أيضا هذه الكميات من الأمطار التي هطلت على ولاية محضة أدت إلى امتلاء جميع السدود 6 الموجودة في الولاية، وبلغت نسبة كمية المياه المحتجزة في هذه السدود 3,321,000 ملي متر من المياه المحتجزة في هذه السدود. بعد ذلك هذه الكميات الكبيرة أدت إلى فيضان المياه
منها، مما أدى طبعا إلى قوة جريان هذه المياه وتوجهها إلى العديد من الطرقات العامة، مما أدى أيضا إلى انقطاع حركة السير في الطرق الرئيسية من وإلى ولاية محضة. ولاية البريمي أيضا شهدت نسبة هطول أمطار بلغت 146 ملي متر. هذه الأمطار أدت أيضا إلى جريان جميع الأودية في الولاية والشعاب وامتلاء أغلب الطرقات العامة بالمياه، إضافة إلى ارتفاع مناسيب المياه في العديد من المخططات السكنية مثل منطقة غريفة وحماسة وأرض الجو الخضراء والعقدة. أيضا هذه المياه أدت إلى دخول هذه المياه إلى عدد من المنازل، مما استدعى طبعا تدخل قطاع الإغاثة والإيواء بمساندة طبعا من الجهات العسكرية نظرا لغزارة. نتحدث عن الموجة الثالثة التي بدأت طبعا مساء أمس. ولاية سنين أيضا شهدت هطول أمطار بلغت 84 ملي متر، سالت على أثرها طبعا عدد من الشعاب الأودية. الوضع مستقر ولله الحمد، هناك جهود حثيثة مبذولة من مختلف القطاعات هنا في المحافظة لمعالجة ما خلفته هذه الأمطار من أضرار متنوعة، ولله الحمد جرى استعادة العديد من الخدمات التي تأثرت في ولايات المحافظة الثلاث، منها خدمة الكهرباء والاتصالات، ولله الحمد أيضا هناك تفعيل لباب التطوع من خلال التواصل مع الفرق التطوعية الموجودة في ولايات المحافظة، ولله الحمد بإذن الله تعالى بتوفيق من الله وأيضا شراكة مجتمعية معهودة ستعود المياه إلى بإذن الله. دائما نقول هذا بأن النسيج العماني المتماسك دائما ما يظهر في هذه المحن، وعمان ستعود أجمل، بريمي وأيضا كل المحافظات بجهود هذه، أيضا هذه الجهود المجتمعية كما ذكرنا في حديثنا. أشكرك أنور بن زهر الغريبي على هذا الانضمام والحديث عن محافظة بريمي وتأثيرات المنخفض الجوي. أذهب إلى ختام هذه الحلقة، سيكون مع ربط مباشر من ولاية ضلكوت مع الزميل محمد بن أحمد السليمي المهري بمحافظة ظفار. مساء الخير محمد، نرحب بك في برنامج من عمان. نتحدث عن استعدادات حاليا في ظل أيضا اتجاه التأثيرات إلى ظفار ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة. نعم، مساء النور أختي بيان، ومساء النور لكل متابعي ومشاهدي برنامج من عمان في هذه الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. بالنسبة طبعا لولاية ضلكوت كونها إحدى ولايات محافظة ظفار التي تتأثر بالحالة الجوية التي تم الإعلان عنها مؤخرا وفقا طبعا النشرات الصادرة من الأرصاد العمانية، التقرير رقم 2 الذي صدر في الساعة 9 صباحا من صباح هذا اليوم، وأشار إلى هنالك تأثيرات للحالة الجوية على محافظة ظفار بكل ولاياتها وأيضا على أجزاء الساحلية من محافظة الوسطى. من المتوقع طبعا هذه التأثيرات أن تستمر إلى اليوم وأيضا وغدا وحتى بعد غد. بالنسبة لولاية ضلكوت، ولاية ضلكوت شهدت بالأمس تقريبا في حدود الساعة 8 مساء هطول أمطار، أمطار كانت متفاوتة الغزارة لكنها لم تدوم طويلا. أيضا فجر هذا اليوم عند الساعة 3 من صباح هذا اليوم كان هنالك أيضا تواصل لهطول الأمطار، كانت أمطار غزيرة ومن ثم أمطار متوسطة وخفيفة ثم انقطعت هذه الأمطار، وعادت الأمطار مرة أخرى بعد ظهر هذا اليوم عند الساعة تقريبا 1:10 لم تستمر أيضا طويلا، كانت أمطار متفاوتة الغزارة، بعد ذلك توقف هطول المطر واستمر طبعا في الهطول على شكل رذاذ متواصل سواء كان هنا في المناطق الجبلية وأيضا بالنسبة للمناطق الساحلية كان هنالك أمطار خفيفة متواصلة في نفس الأوقات التي ذكرناها. طبعا هناك تنسيق
قائم بين مكتب الوالي في ولاية ضلكوت ومختلف المؤسسات الخدمية في التعامل مع هذه الحالة الجوية. هناك طبعا يعني التنسيق متكامل فيما إذا دعت الضرورة خلال الفترات القادمة لأي إجراء سوف يتم اتخاذه إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأجواء في هذه اللحظة أجواء ولله الحمد أجواء هادية، أيضا كان خلال فترة ما بعد العصر وقبيل أيضا المغرب كانت أجواء هادية، متوقع أيضا خلال الساعات القادمة أن تنشأ هناك طبعا تكونات للسحب ربما أيضا تؤدي إلى هطول أمطار خلال الساعات القادمة بإذن الله تعالى. ما هو مطلوب خلال الفترة القادمة هو أخذ الحيطة والحذر. إحنا عندما ننوه بشكل أو بآخر في مثل هذه الحالات الجوية فهو من باب أخذ الحيطة والحذر، ومثل ما هو معروف ولله الحمد يعني المجتمع بشكل عام لديه وعي كامل. وأيضا مثل ما ذكرت أنتم من خلال البيان الذي صدر من المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة فار بتحويل الدراسة إلى دراسة عن بعد لغد طبعا ليوم غد إن شاء الله كما كان طبعا من قبل يوم الثلاثاء والأربعاء، وهناك أيضا تحويل الدراسة عن بعد واستمرار تحويل هذه الدراسة غدا الخميس لمختلف مدارس محافظة ظفار، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وأيضا المدارس الأجنبية حفاظا على سلامة الطلبة والطالبات بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، ومتواصلين معكم إن شاء الله فيما إذا استجد جزيد من هذه المنطقة من ولاية ضلكوت وأيضا من غيرها من المناطق المجاورة بإذن الله تعالى. ودائما هذه الأمطار إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن تكون أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعبادة بإذن الله تعالى. اللهم آمين يا رب. شكرا لك زميل محمد بن أحمد سليمي المهري، كان معنا مشاهدينا من ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار للحديث أيضا عن تأثيرات الحالة على المحافظة التي ستستمر بمشيئة الله إلى يوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأعزاء الإخوة والأهل والأقارب أيضا في المحافظة بشكل عام والمناطق الساحلية من محافظة الوسطى. إذن وصلنا بكم إلى ختام حلقة الليلة ببرنامجكم من عمان، تابعنا أبرز المحطات من خلال الزملاء والجهات المعنية لاحتواء هذه الحالة الجوية، ودائما نقول عمان بكم أسمى وأجمل. إلى اللقاء.